منتديات الدعارة الآن، يعني تحت عنوان كوفي شوب وتحت عنوان يعني مسميات ما أنزل الله بها من سلطان، صدروا لنا إياها، أنا أقولها من على منبرك الآن، ده تنفتح عندي بالمنصور وبعض المناطق تحت هذه العناوين مال كوفي شوب، ما كوفي شوب تكون عنوان لمخدرات ودعارة، أخاف أكو تنسيق ويا الجهة الفلانية والجهة الفلانية. لا والله أقولها ولو أعرف أنطي دمي عليها، ما أسمح مناطقنا أن يمسها أو تمسها مثل هذه الآثة. زين يا أستاذ حيدر، يعني أي عنوان أخاف متسترين، لو متسترين ما أعرف منه، بس ما راح نسمح بمثل هذه الآفات في أن تغزو. زين فلوس الدولة، فلوس الدولة يعني والوزارات، فلوس الدولة والوزارات والتخصيصات والمنافذ والتهريب والمخدرات وتجارة الأعضاء البشرية ما تكفي الأحزاب تروح تفتح كوفيات وبيوت للدعارة، ذني ما كافيات الدعارة تجيب فلوس هواي. لا لا، القضية أستاذ نجم، الموضوع مو موضوع إثراء مالي فقط، قضية أعمق من قضية الإثراء، تدمير منظومة قيمية. هنالك أجن، أحسنت، ضرب المنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمع العراقي. هذا المجتمع العراقي صدع رؤوس يعني حكام وأنظمة، فاليوم يعني هنالك رغبة انتقامية من الشعب العراقي كشعب، من الدولة العراقية كدولة، من المنظومة الأخلاقية، من المنظومة القيمية. يعني ليش هي عبالك يعني فكرة حل الدولة وحل المؤسسة العسكرية؟ يعني حمدية أم اللبن سوتها، لو عبالك واحد خريج سادس ابتدائي سواها؟ لا، يدركون جيدا ما هي الآثار التي ستترتب وما هي النتائج التي ستنتج عن فكرة حل الدولة وحل المؤسسات. مع اعتباطية، مع هذه الصورة العراقي اللي كان بيتاجر المخدرات يعدم وغير مسموح له حتى بمحامي، مع هذه الصورة التي نحزن، حباية واحدة إذا لقوا، التي نحزن أن نسمعها. نعم. وليس أن نتعايش معها، الذين كانوا يعتقدون أنهم سيدمرون هذه المنظومة القيمية. ظهرت تشرين، ولما ظهرت تشرين لوت شوارب، أو خلت واحدهم على قولة أحدهم زلزلت الأرض تحت أقدامنا. فكيف إذا ما نعم زلزلت الأرض ظهرت، إذا فيما إذا ظهرت النسخة اللاحقة والجديدة من تشرين هذه المرة يا أبو جعفر؟ ونحن نتمنى أن تنتبه القوى السياسية ألا تنزلق بالخطأ. ماذا لو ظهرت النسخة الجديدة منها؟ أنا ما أقول ماذا لو ظهرت، ستظهر. أنا بالنسبة لي تشرين القادمة حتمية وليست افتراضية، هنالك حتمية في أن تخرج تظاهرات جديدة.